السلام عليكم، مرحبا بك عندنا هنا في القريه المغربيه، ومرحبا بكم انتم في القريه المغربيه، ومرحبا بنا عندكم في السعوديه. انا صانع تقليدي من مدينه فاس، مغربي. عندي الحرفه اسكافي في المغرب، نسوي البلغة، الشربيل، الصباط، هادو المفردات اللي عندنا حنا في المغرب. وهذه حرفه انا تعلمتها على الوالدين ديالي، هذه اكثر من 20 سنه وانا نزاول هذه المهنه هذه، والحمد لله الامور مزيانه، وكنشكر السعوديه اللي استقبلونا احسن استقبال، وكنشكر محمد بن سلمان ويطولنا في عمره على هذا الميراج اللي دار، وهذا التلاقح اللي دار ما بين الاخوه، وتعرفنا هنايا وتسارينا العالم وحنا في بلاصتنا، كنشكره بزاف. تعيش السعوديه. ابويا تعلم على يد صناع عاديين وتعلم معاهم، كان طفل وكان في الباديه وراح للمدينه واشتغل مع بعض الصناع وتعلمهم، وطول فيها هو مده طويله اكثر من 60 سنه هو كيخدم في هذه المهنه هذه. كاين موسم الرياض، موسم رائع، موسم دولي، كيتلفوا العبارات اللي تعبر على هذا الموسم وعلى هذا النظام اللي كاين فيه. كنشكر المنظمين كاملين ديال المهرجان اللي حارسين معنا وكيتعاونوا معنا.